يترنح الاقتصاد الوطني بين محاولات علاج فشلت في تلبية احتياجات المواطنين وعجزا عن خلق فرص عمل ورفع مستوى المعيشة. الحالة المعيشية للمواطن سيئة جدا والدخل محدود، ولذا يعني يجب أن تتواءم مع دخلها هذا المواطن المسكين. انعدام الاستقرار الأمني تسبب في توقيف كثير من القطاعات الاقتصادية وتراجع العائدات لموازنة العامة للدولة. لا زالت اليمن تعاني معاناة شديدة في الاقتصاد، ولذلك أسباب. أول الأسباب عدم الاستقرار السياسي، ثاني الأسباب هو طبعا عدم الاستقرار الأمني، وهناك أيضا سبب هو قديم ومزمن، وهو أن الطاقة، أن هناك أزمة طاقة في اليمن، وذلك يخل بموازنة الدولة من حيث الدعم لمخرجات النفط، منتجات النفط. تبعات الأزمة السياسية أثرت بشكل كبير على النشاط التجاري، ولا تزال أكثر القطاعات الاقتصادية تعاني من الركود. في فرق عن العام الماضي، العام الماضي كان العمل فاتر بسبب الأزمة، بسبب التوتر في البلاد. محللو الاقتصاد يرون أن الحكومة فشلت في استعادة التعافي للاقتصاد، والانفلات الأمني سبب في تراجع الاستثمار في ظل ارتفاع المخاطر. اليمن يعاني من اقتصاد صعب، من حالة عدم الاستقرار الأمني التي أوقفت أو تسببت في توقف كثير من القطاعات الاقتصادية، وأيضا تسببت في تراجع العائدات للموازنة العامة للدولة. تبقى مؤشرات الفقر والبطالة وسوء التغذية عند الأطفال مثير للقلق في ظل استمرار تدهور الاقتصاد وغياب برامج وخطط التنمية القريبة من الواقع.